بالعودة إلى تصريحات وزير العمل نضال البطاينة عن بدء إجراءات قونانة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة غدا، معنا ناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب. أهلا بك سيد محمد. بداية دعنا نبدأ من المدة، ما هي المدة المتاحة لتصويب الأوضاع وهل هي مدة كافية؟ شكرا لك استاذ عبد الله. هي المده اللي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء اللي تبدا يوم الاحد 22/9 وحتى نهايه الدوام 21/11/2019، يعني المده مجملها شهرين، اللي هي الشهرين اللي قرار مجلس الوزراء اللي سمح فيه يعني بفتره قونه وتوفيق الاوضاع او ما يسمى تصويب اوضاع العماله الوافده المخالفه. هل سيكون هناك اي تمديد على المده؟ هذا سيدي بيعتمد على يعني الاعداد اللي راح تراجع وزاره العمل او مديريات العمل في الميدان، بس احنا من خلالكم بنحب ناكد على ثلاث نقاط. يعني اذا تكرمت لنا بانه هذا راح تكون اخر فتره تسوي اوضاع كل العمال الوافده موجوده في الاردن. يعني بالعاده دائما العامل الوافد بخالف وبنتظر انه بيعرف انه بشهر 8 او 9 تقوم بوزاره العمل بتصويب الاوضاع، لكن هذا راح تكون اخر فتره ويجب على كل عامل وافد وعلى كل صاحب العمل انه يستثمرها. الشغل المهم فيها أي عامل وافد لا يرغب بتصويب أوضاعه يمكنه اعتبارا من يوم غد أنه يغادر المملكة دون دفع أي مخالفات أو غرامات أو رسوم قد تترتب عليه مهما كانت السنوات. وبنأكد أيضا على نوعين أو جداد من تصريح العمل اللي احنا بنسميه تصريح العمل الحر أو المياومة. يعني يستطيع العامل أن يصدر تصريح حر إما في مجال الزراعة ويتنقل في كل المزارع الموجودة في المملكة أو في قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل، وهذه لها رسوم مختلفة عن باقي رسوم تصريح العمل. نعم، فيما يتعلق بموضوع مغادرة البلاد لمن لا يريد أن يجدد أو يصر أو يصوب أوضاعه، ما هي المدة المتاحة لذلك دون مخالفات؟ خلال الشهرين. خلال الشهرين شهري تصويب الأوضاع. تصويب الأوضاع. نعم، طيب فيما يتعلق بتصريح العمل الحر، ما هي تكاليف هذا التصريح؟ سيدي بالنسبة إلى تصريح العمل الزراعي راح يكون 1500 دينار، بينما تصريح الإنشاءات وقطاع احنا بنسميه التحميل والتنزيل راح يكون 2000 دينار. وأيضا هناك تصريح جديد احنا نسميه ذوي المهارات المتخصصة، يعني أي واحد بتيجي هون عنده مهارات متخصصة هذه تبع عند قرارات الوزير راح يكون رسومه 2500 دينار. الهدف في أنه يكون مهنة مش موجودة أو خبرة مش موجودة لدى الأردني ممكن نعطي هذا صاحب هذه الخبرة تصريع عمل لمدة سنة من أجل تدريب الأردنيين على هذه المهنة أو الخبرة مش موجودة عندنا. نعم، فيما يتعلق بالانتقالات ما بين القطاعات وخصوصا القطاع الزراعي، ونحن نعلم أن أغلب الوافدين يأتون وخصوصا من مصر يأتون على تصريح زراعي ومن ثم يقومون بالتحويل إلى تصريح أخرى أو العمل بمجالات أخرى دون التحويل إلى تصريحها، وهذا يضعهم في صورة مخالفة. لماذا لم يتم السماح في هذه المرة بالانتقال من القطاع الزراعي وأيضا قطاعات أخرى مثل المخابز والنظافة وغيرها؟ سيدي الهدف بداية أول شيء أنه إحنا ندعم القطاع الزراعي. القطاع الزراعي دائما يعني براجع وزارة العمل دائما بقول أنه عنده نقص أنا في العمالة الوافدة. تعرف يعني العامل بأتي إلى الأردن يعمل في القطاع الزراعي لمدة سنة وبعد السنة تلقى يعني بتسرب للسوق. الآن حتى نعيد تنظيم هذا الموضوع وأدعم القطاع الزراعي لأنه عندي أنا نسبة كبيرة ولا بأس فيها من العمال الزراعيين، أنا فقط سمحت له أنه يجدد على القطاع الزراعي وهون أنا عفيته من كل الرسوم السابقة، يعني مش بنسبة معينة من كل الرسوم السابقة، شريطة أنه يرجع عند صاحب العمل في القطاع الزراعي أو يستطيع أن يحول إلى قطاع الزراعة اللي احنا بنسميه الحر، يعني بيقدر ياخذ تصريح العمل الحر وبالتالي بكون ايضا سهولة له انه يعني يتنقل بين المفرق والزرقاء وعمان وكذا حسب الـ 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 يعني المواسم الزراعية. والزراعة الحر تكلفته 1500 دينار ليس كذلك؟ 1500 دينار. وبرضه احنا عندنا يعني رغبة ثانية بانه احنا بدنا نقطع عن الاشخاص اللي بيشتغلوا في موضوع السمسرة في هذا الموضوع، يعني هذا كان هدف رئيسي لوزارة العمل. ولكن السماسرة يقومون باستخدام العمالة الوافدة ومن على تصريح الزراعي دون علمها، ومن ثم يقوم العامل بالتحويل إلى قطاعات أخرى بشكل مخالف، ليس كذلك؟ لا، السنة هذه ممنوع التحويل نهائيا ولم يكن هناك استخدام،
وايضا انت اشرت لموضوع القطاع المخابز وشركات النظافه، بتعرف يعني المخبز يعني مده العقد فيه لصاحب العمل او للعامل لمده سنتين، فبالتالي كمان هناك نقص في العمال الموجودين في هذا القطاع، لذلك لم نسمح بانتقال العمال لاصحاب بالمخابز وشركات النظافه لاي قطاع اخر. فيما يتعلق بالقطاعات التي ستعفى بشكل كامل والقطاعات التي ستعفى بشكل جزئي من تصويب الاوضاع، قطاع الزراعي هو معطي بشكل كامل اذا بده يظل في نفس قطاعه، وهذا طبعا احنا ممنوع ينتقل لقطاع اخر. في عندنا قطاعات الانشطه الاقتصاديه احنا بنسميها مثل الانشاءات والتحميل والتنزيل، احنا عفيناها تقريبا بنسبه 80% لاول 5 سنوات، لكن بعد ال5 سنوات هو معفي تماما. وايضا قطاع العاملين في المنازل او من في حكمهم مثل المستنجي وغيره، احنا عفيناهم بنسبه 75%، ولكن بعد ال5 سنوات معفي 100%. باقي تصريح العمل احنا عفيناهم بنسبه 50% لاول 5 سنوات، وبعد ال5 سنوات معفي 100%. بشكل عام، ما هي الإجراءات التي تتخذونها سيد خطيب في الحد من المخالفات في التصريح؟ سيدي احنا بداية يعني احنا سنقوم باستخدام كل وسائل التواصل للوصول الى العمل الوافد، سنستخدم كل الامكانيات الاعلاميه وغير الاعلاميه، وتم ابلاغ ايضا السفارات في هذا الموضوع، وسنعطيهم مده لمده 2 شهر، لكن بعد 2 شهر راح يكون هناك اجراءات مكثفه من قبل وزاره العمل ووزاره الداخليه بالتنسيق فيما بينهم، وسيتم يعني بعد 2 شهر اذا لم يقدم هذا العامل لتصويب وضعه سيكون هناك عليه تعميم بانه رجل شخص مطلوب، وبالتالي اذا تم ضبطه سيتم تغريمه كل السنوات السابقه بما فيها ومن ثم تسفيره خارج الاردن، ولن يتمكن من العوده مره اخرى للاردن. نعم. الناطق الاعلامي باسم وزاره العمل السيد محمد الخطيب، شكرا جزيلا لك.